ومن الأنبار ينضم إلينا أيضا مراسلنا نبيل عزامي. نبيل، حدثنا عن الموقف لديك في الأنبار، خاصة أن هناك حملات أطلقها نشطاء للتبرع بالدم لضحايا فاجعة الناصرية. نعم نعم ديار، يتقدم أهالي الأنبار بأحر التعازي لأهالي ذي قار وجميع الضحايا الذين راحوا في هذا الحريق، ومع دعوات بالشفاء العاجل لجميع الجرحى. الأنبار اليوم ومنذ الصباح يعني استفاقت على خبر فاجعة مستشفى الحسين في الناصرية، لذلك هب الناشطون والفعاليات الاجتماعية بصورة عامة للمستشفيات للتبرع بالدم، وكذلك كانت هناك يعني حملات ودعوات من قبل حتى الجهات الصحية إلى أن تكون الأبواب مشرعة لاستقبال الجرحى أو المصابين في هذه الحادثة الأليمة جدا. طبعا هذه ربما هي المبادرة ليست الأولى، حصل سابقا أيضا خلال فترة حريق مستشفى ابن الخطيب، أيضا كانت هناك حملات ومبادرات أخرى على سبيل المثال، هي نوع من التضامن الاجتماعي والوطني مع ضحايا حادثة مستشفى الحسين. أيضا قسم من المواطنين قام بالتبرع بالماء وتوزيعه يعني على أرواح شهداء مستشفى الحسين. هذه ربما هي بادرة ليست بجديدة على أهالي محافظة الأنبار وتحديدا هنا في قضاء الفلوجة، دعوات مستمرة بأن تكون هناك إجراءات صارمة وتشديدات خصوصا في موضوع ملف السلامة داخل الدوائر والمؤسسات خصوصا المستشفيات. يعني الحادثة ربما أثرت بشكل كبير على نفسية المواطن بصورة عامة، المواطن العراقي، حتى أن أغلب الحسابات على الفيسبوك اليوم اتشحت بالسواد تضامنا مع أهالي الناصرية الذين ربما يعيشون اليوم نكبة كبيرة تضاف إلى النكبات السابقة. نعم نبيل عزامي مراسل يو تي في، كنت معنا مباشرة من الأنبار.